لماذا المؤتمر الشعبي كان يأخذ الأغلبية؟ أنت في مجتمع قلت لك متخلف والأحزاب تنظيمها في المدن الرئيسية. المؤتمر علاقات الاجتماعية واسعة. اثنين، أن مدراء المديريات هم الأساس في أي انتخابات كانت، فمن يحصل على، لأنه مجتمعك مجتمع عدو لا زال يعني مع الدولة، يعني أين يتجه مدير المديرية؟ الكل يتجهون أحد. فطالما أن المدير المديرية هو معين من سلطة الدولة، والتي هي أيضا سلطة، إذا نظرنا من مجاز أني سلطة المؤتمر الشعبي العام، فهو بالأحرى بينتخبوا عضو المؤتمر الشعبي العام. الإصلاح يعني فوزهم فوز حقيقي، لأنهم تنظيم سياسي منظم أكثر تنظيما من المؤتمر، يعني إيه أكثر تنظيما من المؤتمر. وبالتالي حينما يحصلوا على العضو يحصلوا بجهد. كذلك الحزب الاشتراكي، أنا قلت لهم، قلت لهم حصلتوا في الانتخابات الأخيرة الذي أخذوا يعني في 2003 7، قلت السبعة يستطيعوا أن يحققوا ما لم يحققها الـ200 العضو والثلاثين. قالوا كيف؟ قلت يفترض أنه في النظام البرلماني الحقيقي أنه يتحول الحزب كل سكرتارية ومراكز أبحاث وتحليل للأعضاء الموجودين في البرلمان، وقدموا كلها تشريعات وقوانين. قد لا أخفي عليك وليس تهجما على البرلمان، إلى اليوم لم يقدم عضو من أعضاء المؤتمر أو الحزب الاشتراكي أو الإصلاح مشروع قانون يقر في مجلس النواب. وأنا مع احترامي وحبي، لأن الدستور يعطي مجلس النواب، عضو مجلس النواب، ما يعطيه الحق الحكومة في أنها تقدم مشاريع قوانين. هذه على فكرة في كل الدول التي هناك حزب حاكم، كثير من المواطنين العاديين يطبقوا المثل اليمني، قلني نعرفه ولا انسي ما نعرفه، اللي قال الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الله يرحمه. يعني فأيضا هذه الأحزاب السياسية عندما تأتي الانتخابات تراها تتخذ قرارات بتخفيض الضرائب، بتخفيف الالتزامات المالية على المواطنين لكي تحظى بالدعم وتفوز في الانتخابات. هذا يمكن أن تنظر إليه، إذا نظرت إليه عمليا، أنه نوع من تبذير المال العام. تمام؟ لماذا تأتي وتخفض الضرائب في أيام الانتخابات وهذا؟ فإذا الأحزاب السياسية تلعب هذه اللعبة. تمام؟ كما تلعب أحزاب بالمال عندما يأتيها دعم من الخارج وتصرفه على الانتخابات لكي تفوز في الانتخابات. ربما هذه تلعب أموال دول أخرى وليست الحكومة اليمنية. يعني فأنا لا أبرر أن هذا التصرف خطأ، لكن أنا أعتقد أن نجاح المؤتمر الشعبي العام إذا نظرت إليه بموضوعية ليس بسبب استغلاله للمال العام، ولكن لأنه حزب الشعب قربه، أنه شعب فيه قيادات أعتقد أيضا يثق بها الكثير من أبناء الشعب اليمني. يتسع الحديث عن العملية الديمقراطية التي كان يتم الخوض فيها بين مرحلة وأخرى. ففيما يتعلق بحديث أحزاب المعارضة أن المؤتمر الشعبي العام كان يستخدم إمكانية الدولة في تحقيق نجاحه، ومن عندها تبدأ الأحزاب بالتذمر وكيل الاتهامات لاختراق العمل الديمقراطي، ومن ثم السعي وراء تقليصه وتدميره. هذه النقطة تطرحها بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام كعلامة استفهام، أما إذا كان واقع الانتخابات كما تقول تلك الأحزاب، فلماذا تشارك وتساهم فيها، بل وتقبل بنتائجها وتوقع عليها؟ أليس كما يقول المؤتمر أنه كان على الأحزاب اتخاذ موقف أفضل؟ والشيء المؤسف والمؤلم أنهم يقبلوا بدخول الانتخابات، يشيروا بقدرها ويشاركوا فيها بفعالية، ويكون الكوادر من أعضائهم موجودين في كل مفاصل العملية الانتخابية، وهو مشرفين ومراقبين ومتابعين لها أولاً بأول، من عند رئاسة اللجنة العليا للانتخابات إلى آخر موظف وإلى آخر عضو في أي لجنة فرعية من اللجنة الفرعية. ثم تظهر نتائج الانتخابات ويقبلون بها
ويطلعون يعلنون نتائج الانتخابات وهم موجودين ومعترفين بها. ثم بعد هذا تشعر أنه يبدأوا ينقلبوا على ما تم يعني شاركوا فيه وما قبلوا به. هذا شيء معين، هذا شيء معين. أنت لو أنت فعلا غير مرتضي بهذا، أو تحس أن هذا الحزب يستخدم نفوذ الدولة أو سلطة الدولة، وأن هذا أنه بيتغلب عليك مش بالجماهير ولا بقاعدته وإنما بنفوذه، إذا ليش شارك في العمل الانتخابي؟ ليش تقبل بنتائجها؟ كان يفترض أنك تسجل موقف من البداية. من يطرح ذلك الطرح عن طبيعة وهوية الانتخابات حاول جاهدا تفسير بعض التعقيدات التي تدور حولها اتهامات كثيرة، وعما إذا كان هناك إخفاقا حقيقيا أو استخدام المؤتمر الشعبي العام لإمكانات الدولة في تحقيق النصر فعلا. والطرح هنا أو الاستدلال يأتي في إطار الانتخابات التي تمت بعد الصيف 94 وتحديدا في جنوب الوطن، حيث أخذت المواقف أبعادها وحساباتها طبقا لتلك الأطروحات، بما في ذلك في الشمال أيضا. مثلا في آخر الانتخابات شاركت هذه القوى وهي مجتمعات مشترك، وكان لهم مرشحين. أنا كنت معظم محاضر في عدن، وكان ينزل المؤتمر بمرشح، وكان المشترك ينزل بمرشح، تمام. ولكن الأسباب هم يعرفوا، ليست أنهم مؤتمر استخدم المال ولا استخدم القوة ولا استخدم الثروة. أنا مثلا في عدن يعني لأنها هي أحزاب إيديولوجيتها مختلفة ومتناثرة، وكان بينهم خلافات وصراعات وفتاوي وتصريحات، يعني كل منها ضد الآخر. حتى أرسلت ثقافة عند قواعدها أن كل كادر من كوادر هذه الأحزاب لا يمكن يقبل بالطرف الآخر. نتيجة التعبية هذه مش زي ما احنا في المؤتمر لا نعبي في هذا الجانب الكراهية، يعني التعبية الخاطئة عند هذا الطرف وذاك الطرف. ولما جاءت الانتخابات، وأنا مثلا كنت محافظ في عدن، كان ينزل إذا كان مرشح من الإصلاح في هذه الدائرة، تمام، الكوادر الحزب الاشتراكي تفضل أن ترشح مرشح المؤتمر ولا ترشح حزب الإصلاح. والعكس، عندما يطلع مرشح كان في بعض الدوائر في المجالس المحلية وكذا يكون مرشح من الحزب الاشتراكي وهو مرشح المشترك كامل، فكانت كثير من أعضاء الحزب الإصلاح يقول والله مرشح، فضلنا مرشح المؤتمر على مرشح. ليش؟ لأن المؤتمر كما قلت وسط، ولأن المؤتمر ما عنده تعصب ولا عنده تضرر، وحتى لما يختلف مع الآخر لا يكفر ولا يخطئ ولا يجرم ولا يعني يظل خلاف المستوى المعقول. نقطة أخرى يتم الحديث عنها في هذا الجانب، وتتمثل هذه النقطة بدفع المؤتمر الشعبي العام لعدد من التجار والمشائخ للترشح في كثير من الانتخابات، بل ويتم الدفع بإنجاحهما، وهذا ما يقال إن الحزب قضى على مهمته الأساسية التي تميزه عن القبيلة. ويتهم المؤتمر الشعبي العام بشراء ولاءات له على مستوى القبيلة والأحزاب وعلى مستويات مختلفة أخرى. حكاية أنه اشتري ولاءات، هو طبعا شوف الآن في ما عادش الأحزاب المغلقة زي ما أشرت الإيديولوجيا، الآن حظ الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي في أمريكا أو حزب المحافظين أو في بريطانيا، هناك يعني هناك المرونة في عملية الاستقطاب وفق برامج، الناس يشتغلوا في برامج مش بإيديولوجيات. هذه يعني ميزة يتميز بها المؤتمر الشعبي العام، لكن هو يأخذها بأسلوب تقليدي، بأسلوب يمني يأخذها، أنه أحياناً يشتري نواب جاهزين، ينزلوا مرشحين مستقلين ويضغط عليهم ويجيبهم ويدخلهم في كتلة النيابية بعد نجاحهم في البرلمان، وهذا حصل. التجمع اليمني للإصلاح ربما اتبع هذا الأسلوب، لكن أسلوبه آخر، كان هو ينزل أعضاء مشفرين بصفتهم مستقلين وهم أساساً في الإصلاح، وبالتالي ينشروا ينتخبوهم ولا هم إصلاحين، بينما المؤتمر كان بالتهديد والترغيب أو قولوا أنه بالاستمالة، وكان يجيب نواب ناصريين ونواب بعثيين ويجيبهم أيضا إصلاحيين ويجيبهم حتى بعد أو بعد ما انتخبوا. فأقول هذا يعني أسلوب يمني مختلف، هذا الأسلوب وضيع فرصة على المؤتمر أنه يكون مؤسسة تبني بناء براغماتي أكثر تماسك، بالتالي يستطيع على ضوء أنه يقدم برامج. لكن للأسف لاحظوا أنه حتى عندما برزت المعركة مثلا في تونس مع ثورة الربيع العربي، أسقط زين العابدين وأسقط الحزب الدستوري، لأنه كان في التصاق فظيع وكذا. في مصر أيضا الحزب الوطني، لكن عندنا المؤتمر الشعبي العام باقي ومعتربه،
لأنه المؤتمر الشعبي العام ليس بتلك الصلابة والتماسك الذي كان يمثل الحكم. كان المؤتمر الشعبي العام في جزء منه هو تحت سيطرة مجموعة حاكمة، وربما إلى الآن فيه يعيش هذه الوضعية كلها، وإلا لكان ذهب مع الذاهبين من في التغيير، لكنه باقي في قبول به إقليمي ودولي ومرحب فيه، وحزب لكل اليمنيين ممكن يكون، لكن أيضا التحفظات اللي باقي الآن بأنه في جزء منهم مرتهن.